انا رحت المطار حسب الموعد اللي خابرته على طيران الكونغا فونغا هونغا، ولا العالم اللي حط راسه تب ماي واللي ساحب وراه تمساح واللي بغى ياكلهم والجماجم منثره بكل صوب، هذاك ساحب وراه اسد وزعلان ليش مو حاطين كرسيه يمه، والزنبارك يشغلون ما تشتغل الزنبارك. راح ترقت الطياره يا انا الطيار وبالبوق وينادي باللاسلكي الدهن منقط على المكاين، لا الكارتير ملعوزن بالفك يا بولنا المنطاد. اوه قصدي طيارة ثانية يعني، اقول لك واحنا على الرنوي صفتنا ورا واحد تو مطلع الليسن، كان طلعنا من الدريشة. اي انت نبي نسافر سابع على الدرب، انت تفهم التمساح يبي عظم مضيفة، الاسد مو راضي يطلع من حمام السيدات، تفهم؟ ويوم نزل ولا واحد يشيل على زندته شواربة تقول زهوي. انا ما كلمتك لكن من يزيدك ترى صابر عليك شارب كولا متغير عليك الطعم مو علي انا، لا طول سانك مو خايف منك انا، انا ما ارجف لا. كان يحط ايده وراها ويطلع العجرة ولا ربع العربانات وين الفزعة وين الفزعة، وكان الكب والعالم تقحص وراي الطيار على الرمل وراه حصان اسود. اوبا دبل فلكس. والله هي من ناحية قوية قوية. بس خلاص شوفوا الليتات انت يا موريد عضيات واخر عني شريدك انا اخاف من الظلمة يا صاحبي اخاف واجد